الدكتور سنان غني عن التعريف. دكتور سنان هو ما بين جيلين، يعني لا هو ينتمي إلى جيلي اللي تركنا العراق بالثمانينيات وإلى جيل جديد اللي ترك العراق بعد الغزو، إنما هو ما بين. توفرت له فرصة يعني غادر العراق. هو مواليد 67، يعني ما شاء الله بعد شاب. شباب ما شاء الله. غادر العراق 1991 بعد حرب الخليج الثانية، واجى جورج تاون خلص الماستر ديجري، وبعدين بامتياز خلص الدكتوراه في هارفارد. ومن سنة 2005 هو أستاذ مساعد ثم مشارك في جامعة نيويورك. سنان عنده مواهب مختلفة. أنا حقيقة ما عندي كثير خبرة بسنان كناشط سياسي بقدر ما عندي خبرة بي كروائي عظيم وكشاعر. طبع عدة دواوين من هذا المنبر. من على هذا المنبر ب 2004 سوينا هنا تجمع، جاء رئيس جامعة هيوستن كلير ليك ومع وفد مرافق ومع عدد الطلاب وأيضا عدد من الهاي سكول ستودنتس العرب. سوينا هنا وعرضنا فيلم أباوت بغداد اللي سنان راح للعراق مباشرة بعد الغزو الأمريكي وصور وتحدث. فيلم ناجح وجيد ولا يزال موجود، عندي نسخة من عنده أعتقد موجود باليوتيوب ما أدري، بس فيلم جيد جدا. بوقتها أتذكر سأل أحد الشباب الموجودين بالشارع، قال له شنو المشكلة؟ قال له هنا دا يصير ضرب وطلقات وقتل، فهذاك دا يلوم الناس. فسنان قال له طيب إذا واحد يجيك جاي سكينة ويريد يضربك، واحد واقف على بعد حوالي 10 دقائق هو اللي انطاس سكينة، قال له روح ضربك، فأنت المن تلوم؟ وقتها لاحظ يعني هاي قضية لحد الآن لحد اليوم هي قضية فاعلة، إنه سبب مباشر وسبب غير مباشر. يجب أن نبحث عن الغير مرئي، نقرأ ما وراء السطور مو فقط الأشياء المباشرة اللي أمامنا. سنان ألف عدة روايات. الرواية الأولى اللي هي إعجام في 2003 تتحدث عن عذابات العراقيين في زمن الطاغية، ماذا يعني السجن وماذا يعني الحرمان وماذا يعني الملاحقة. ولذلك لا يستطيع أحد اتهام سنان حينما لا يتحدث عن النظام السابق بأنه يعني لم يكتب شيئا. بعدين ألف رواية اسمها يا مريم عن بعد تفجير كنيسة النجاة. وأنا أنصح جميعا أن يقرأ الروايات لأنه بالفعل تعكس التاريخ العراقي المعاصر. تفجير كنيسة النجاة وكيف العراقيين على مختلف طوائفهم و خلفياتهم العرقية يعني يتضررون بشكل متساوي ويدافعون عن بلدهم بشكل متساوي، وهم عبارة عن لحمة واحدة. الرواية اللي عجبتني أكثر من الروايات الأخرى اللي هي وحدها شجرة الرمان. هذه رواية رهيبة، ترجمت لعدة لغات وحازت على جائزة بانيبال ببريطانيا صاحبنا سمويتهم، وبفرنسا أيضا. هذه الرواية الإبداع اللي بيها، المكان الرواية هو المغاسل، عرفون شنو المغاسل؟ يغسلون بالموتى، وبطل الرواية هو الشخص اللي يغسل الموتى. هذا الشخص متوارثها عن أم أب وأم، يعني ما أخذها كل عائلته هم دفانة بالنجف. صار عندهم شوية الله وفقهم، راح كلية الأكاديمية الفنون الجميلة، صار يرسم منحوتات، وبعدين السوق هبط رجع إلى نفس المهنة ولكن يستخدمها بشكل فني، يستخدم الفن مانا لدفن الموتى. تعرفون الدفان يمروا عليه ناس من مختلف الأشكال، الغني الفقير السياسي المعدوم مقتول، ومن تكون الحرب البلد في حالة حرب أو غزو أغلب الناس اللي يمروا عند المغيسيل هم يعني ضحايا الحرب. فكأنه سنان راد يقول أنه الموت مكتوب على العراق، مهما يروح هذا الشخص الأكاديمية ويرجع نفس المهنة وكأنه دائرة الموت مستمرة. ولكن الانتفاضة العراقية أثبتت أنه عنوان الرواية هو الصحيح، وحدها شجرة الرمان. من هي شجرة الرمان؟ في المقبرة موجودة شجرة رمان،
شلون تتغذى شجرة الماء؟ على عظام الموتى ولحم الموتى، يعني بالمقبرة مدفونة. الموت منين تتغذى؟ يعني من الموت. كانت تورق وتزهر، هذا معناه انه شجره الرمان اللي هي الانتفاضه الحاليه لا تزال تورق وتزهر، مستمده قوتها من دم ضحايا الحكم الحالي. هذا مدخل من عندي، يعني جزء ما يقبل عليه هو السنه، بس هذا انا اللي ارى هاي الروايه بالطريقه هذه. وعند رواية أخرى أنا ما قاريها، آخر واحدة. وطبعا سنان حاز على عدة جوائز ومدعو إلى عدة مناسبات، والبارحة تحدث عن أمور بشكل سياسي بشكل ثقافي لبق عن قضايا، ومفيد جدا عن قضايا العراق بعد 2003. النشاط البشري إلى أوجه متعددة، في نشاط احتجاجي، في نشاط تضامني، في نشاط فكري، في نشاط روحي تصوفي. من مهمة الجامعات والناس الأكاديميين أن يحللون، يستنبطون الأحكام، ولذلك موجود فلسفة سياسية، موجود فكر. وطبعا صناع الانتفاضة والحركة هم ليست المثقفين ولا الأكاديميين، يصنعها هو الشارع. فهذا أكو فرق، يعني كل واحد عنده مهمة خاصة به. أكيد الانتفاضة خلت العراقيين يعتزون بإمكانياتهم على التصدي والصمود، وإمكانيات شعبهم على عدم الرضوخ للظلم، وهذه قضية عراقية معروفة من زمان. بس جت فترة قاموا الناس يشككون بإمكانيات العراقيين، ويا أهلي يجي صفقوا له، ويا أهلي يجي يرحون وياه، فصار الإنسان أحيانا يخجل. بس هاي الانتفاضة رفعت رأس الناس إنه لا يزال هناك دم، لا يزال هناك شعب غير قادر على أن يكبت يعني نفسه، ولا يحتاج على الممارسات المضادة للعدل واللي تحاول أن تغبن العراقيين. فنحاول أنه فقط أعتقد الشخص ينتظر، انتظرنا، فنحاول أن ندق على رافد. رافد خريج كلية الزراعة، عمره 25 سنة، وهو ما عنده شغل وما متزوج. فيعني تعرفون هذا هو البروتوتايب، هذا مال الانتفاضة. أكو متزوجين طبعا. احنا بعد شوي ممكن ندق. انا طبعا ما راح اكثر من وقتكم، لان حديث ما جايين يسمعوا لي، جايين يسمعون الاستاذ الفنان والكاتب والشاعر والناقد والبروفيسور سنان أنطون. شكرا جزيلا، شكرا لحضوركم. يعني انا سعيد جدا، ويعني اريد ابدا بشيء حقيقي، انه اذا الثورات اساسا هي عباره عن قلب لكل المفاهيم والأطر، فيعني هي مو موضوع أكاديمي. وأنا أساساً ضد التنظير عن حدث لا زال يحدث الآن، ومن الأشياء الرائعة الكثيرة اللي صارت في بغداد واللي تصير بأي ثورة، إنه هي أساساً محاولة لفتح حوار، وهي أساساً ثورة جيل جديد يصنع تاريخ جديد. وإحنا واجبنا إنه نستمع ونتعلم من اللي يسوي هذا الجيل. فاللي راح يصير اليوم، انه انا اللي راح اقوله مجرد بعض ملاحظات كشخص متابع يعيش مثلكم بعيد عن الحدث، ولكن طبعا مثل كل قلوبنا هي بالعراق. اريد ارجع الى اكو شغله مهمه دائما، انه دائما ننسى اللي يصير. ارجع الى لما بدات الانتفاضات في تونس ومصر. لازم نتذكر أنه قبلها، يرجع على كلامك عن موضوع المثقف، يعني أنا مرات أعتبر كلمة مثقف تصير مسبة أيضا، لأنه كثير من المثقفين يسقطون بفخ هذا الدور النخبوي، وأساسا كثير منهم طبعا يرتبطون بمؤسسات أو بأنظمة أو بأيديولوجيات أو بأحزاب أو ميليشيات مثل ما شفنا بالعراق. لكن لما قبل ما تصير الثورات في تونس وفي مصر، بغض النظر عن الثورة المضادة وكيف اختطفت الثورات وتحولت إلى حروب أهلية، لازم نتذكر شيء مهم جدا، إنه لسنين طويلة جدا النخبة الأكاديمية في هذا البلد في أمريكا، وكل معظم خبراء دراسات الشرق الأوسط والعلوم السياسية، ولسنين طويلة يكتبون كتب ومقالات ومؤتمرات، ومعظم هذه كان كل اللي يقولوا انه يستحيل ان تكون هناك ثورات في العالم العربي. ما اريد ادخل بموضوع هاي، بس بسبب نظره استشراقيه سيئه انه هذه المجتمعات، اما يكون انه الدين السائد فيها هو يمنع الثوره، او انه الشعوب العربيه والاسلاميه لاسباب ثقافويه
ترتاح مع الطبيعة. كيف أموركم وأحوالكم بغداد؟ والله أول شيء نجيك دكتور، صباح الخير توقيتنا ومساء الخير توقيتكم، أهلا بك وأهلا بكل المستمعين. والله حاليا الحوالي زينا بخير، برد وأوضاع يعني حاليا قبل ساعتين تقريبا أكو ضرب سرعة قوي على المظاهرين، طلق حي وتشهد سبعة، أوضاع حاليا ليست يعني جيدة، بس يعني متوقع أن على جسر الأحرار. طيب اليوم وين كنت اليوم؟ كيف قضيت اليوم وقتك؟ وين كنت، بساحة الخلاني ولا بالحرية ساحة التحرير؟ لا اليوم كنت بساحة التحرير بالضبط، يعني شوية رحت للخلاني على جسر الجمهورية وعلى جرف من جسر الجمهورية، بس بعدها رجعت للبيت 12 تقريبا، بس يعني بالليل يعني حتى الأخبار بالليل وزينة. صارت شيء صارت اليوم مداهمات ومواجهات او كيف كانت حل الفعاليه؟ والله كانت اكو مواجهات، يعني هي كانت المواجهه حاليا بس على جسر الاحرار، يعني هي قبل يومين كانت يعني هي تقع من اكثر رفض، قبل يومين مثلا كانت عمليه انه دخلت قوات الشغب من الافرع على الجسر، اعتقد 10 تقريبا هاي بالليل الأحداث كانت، هي دائما تفتر بالليل عادة هذا في الأحداث أما الفجر يعني من ساعات الصباح الأولى أو بالليل إنه يدخلون من جهة الفرع قوات الشغل، نعم يدخلون الأشخاص وبنفس الوقت زي مثلا أول البارحة فرقوا الخيمة وفرقوا كل الأغطية والبطانيات وفرقوا المفرقة الطبية و بالإضافة إنه طلق حي اليوم نفس الشيء، عادة هاي العملية الصبح وعادة هاي الليل الشهداء عالي صراحة عالي الأحرار، يعني هي تدخل في خطر عالي الأحرار، هي تقع من أكثر بصر إنه يجون ويجعون سيكون يتقدموا بالمقدمات جثة الأحرار ويجعون المظاهرين يتقدمون، يعني عملية أكثر بصر فكرة، بس كأوضاع ساحة التحرير في الجمهورية يعني زينة ما بيها أي شيء. رافد إيش قد صار عدد الشهداء لحد الآن تقديراتك؟ نعم سيد. كم شهيد لحد الآن ارتقى؟ الشهداء حسب ويكر 7 و25 جريح. والعدد الكلي، العدد الكلي باعتقادك ايش قد صار؟ العدد الكلي انه فقط الاحداث الاحرار كلها، لا الكل من البداية من 1 تشرين. الكل هي ماكو احصائية رسمية، هي الصحة بدأت تقدم احصائية دقيقة، هذا اعتراف الأمم المتحدة واعتراف الدولية في الحقوق الإنسان ما يقدم أي أسئلة غيرها، الحكومة تنكر، يعني المتحدث الرسمي خلاص المتحدث الرسمي وزارة الداخلية محنة، هم يقولون ينكرون أصلا وجود إطلاق حي، يعني شلون هذا يهون كل إطلاق حي ينكر وجوده، شلون راح آخذ عند أسئلة غيرها، بس هي حتى المفوضية الإحصائية لحد الآن هي ما تقارب 350 شهيد 315,000 أقل فترة. نعم. آسف لأنه المحاضرة راح تبدي، بس أشكرك هواية، أشكرك على وقتك، ولازم خليك ترجع شوية تنام قبل ما ترجع ساحة التحرير باكر. تحياتنا للعائلة والأصدقاء وكل المحافظين، واتمنى لكم الخير والنجاح. أشكرك حبيبي. أهلا بك وعلى تسلم عيوني، تحياتي. مع السلامة. أنا آسف قطعتك لأنه الخطوط مو دائما موجودة يعني. بالعكس يعني اساسا اللي قلت انه احنا بدنا نتعلم من الناس اللي موجودين في المواجهه الحقيقيه في ساحه التحرير وفي سوح الاحتجاج الاخرى في بغداد، بس اريد اربط اللي قال انه شلون هو ايضا والمتظاهرين نفسهم تفاجئوا بثانيه حدوث هذا الشيء. ارجع للي قلت انه كل يعني في نقدي للمثقفين ولو انا محسوب واحد منهم والخبراء بين اقواس اللي ظلوا يقولون لسنين طويله انه مستحيل تصير اي ثوره بالعالم العربي للاسباب الثقافيه او هذا التفسير الثقافي. اتذكر بوقتها لما صارت مظاهرات او ما سمي بالثوره الخضراء في ايران، اكثر من مثقف عربي قالوا ها شوف هذول شعب حي، احنا شعوب ميت، احنا كنا نحكي قبل الان ايش قد كان اكو ياس عند كثير من العراقيين. إلى قبل أشهر قليلة هواية من الناس اللي الآن يدعمون الانتفاضة كانوا يقولون ها مو أنتم اللي انتخبتوه،
هذا اللي تريدوه، كأنه يعني ما فاهمين أنه طبعا ظروف التغيير أو ظروف الثورة لا تتوفر دائما، هناك تقاطعات لازم تكون موجودة على مصير الثورة. بس أريد أقول أنه لما صارت ثورة مصر اللي كانت مهمة جدا، كتب بوقتها إبراهيم الأمين رئيس تحرير جريدة الأخبار مقالة قال بيها أنه هذول الثوار أسقطوا حسني مبارك، مثل ما قلت بغض النظر عن شنو اللي صار بعد، لأنه للأسف دائما أكو ثورة ولكن أكو ثورة مضادة، ودائما أكو قوى ومصالح هائلة مالية وسياسية اللي دائما تعمل أنه ما تنتشر الثورة. لكن اللي قال إبراهيم الأمين أنه هذول الثوار أو الشباب اللي إحنا كنا مستخفين بيهم، مثل الاستخفاف اللي كان موجود بهذا الجيل في العراق اللي كانوا المثقفين بين أقواس يضحكون عليه يقولون هذول جيل بوبجي، هذول تسريحاتهم غريبة، هذول كذا، هذول ما راح يقدرون يغيرون شيء. فبوقتها كتب بهاي المقالة أنه إحنا لازم نعترف الآن أنه كل أدواتنا التحليلية وكل أفكارنا وأطرنا اللي كنا دا نقرأ فيها الوضع السياسي بالعالم العربي فاشلة، ولازم نسكت ونتوقف عن التنظير ونتعلم من هؤلاء الشباب الذين أنجزوا شيئا لم نستطع إنجازه. لكن مثل هواية مثقفين بعد يومين هو عاد إلى التنظير والاستخدام الأدوات القديمة. فدا أقوله لأنه إحنا مهما كانت المخاوف والمخاطر، هذا الشيء اللي دا يصير الآن بالعراق حدث فعلا ملحمي، هاي مو مبالغة شعرية. وأعتقد يعني حتى ثورة 20 هذه الثورة فعلا ثورة حقيقية، لأنها بدأت طبعا بشرارة في بداية الشهر الماضي، ومثل ما قال الثائر من بغداد أنه رد فعل السلطة الوحشي والعنف اللي استخدموه أثار المزيد من الغضب وطلع. لكن هي تراكم أيضا لسلسلة احتجاجات ظلت سنين طويلة جدا، وهو تراكم. وأيضا الشباب تعلموا من التجارب في المنطقة، اللي صار بالسودان، اللي صار بالجزائر، اللي صار بأماكن أخرى، وبصراحة شجاعتهم وإصرارهم على السلمية هذا شيء بطولي جدا. يعني واضح جدا بالنسبة لي هناك رمزية عالية بالموقع الرئيسي اللي يصير بالموضوع، المواجهة بين ساحة التحرير وبين المنطقة الخضراء. فهذا رجعنا إلى شيء مهم جدا، هو ماذا تعنيه المنطقة الخضراء. ومن الواضح أنه الرفض هو لهذا النظام اللي تأسس في عام 2003 بغض النظر من موقف الإنسان من النظام السابق أو ما صار. اللي صار بالعراق بكل هذه السنين واضح أنه فشل ذريع بكل المقاييس وعلى كل الأصعدة. ويمكن يعني أكبر سرقة جماعية للأموال العامة في التاريخ الحديث هاي اللي صارت، اللي هي 650 بليون دولار. ما صارت فعلا هذه الكمية من السرقة. فالنظام هذا اللي تأسس عام 2003 تأسس على أسس تقسيمية تقسم المجتمع العراقي إلى طوائف. طبعا هناك سوء فهم لهذا الموضوع، لأن هناك الناس اللي هم ضد الطائفية أيضا يبالغون يقول لك الطائفية لم تكن موجودة أبدا وجابوها الأمريكان، أو اللي يقول لك إنه طائفية موجودة من سقيفة بني ساعدة. لا هذا صح ولا هذاك، هناك دائما فروق وتوترات في أي مجتمع بين المجموعات المختلفة. حتى بهذا المجتمع اللي احنا عايشين به هناك مجموعات، هناك إيطاليين، هناك إيرلنديين، هناك سود، هناك بيض. بالعراق أيضا مثل كان هناك مجموعات مختلفة، لكن كيف كانت الحدود بين هذه المجموعات في الماضي؟ هل كان إلها معنى سياسي؟ هذا هو المعنى. والطائفية يعني أنا ما قلتها البارحة، لكن مثلا الحصار والعقوبات اللي دمرت العراق اقتصاديا ودمرت النسيج الاجتماعي ساهمت في زرع بذور الطائفية وفي دفع المواطن العراقي أنه يلتجئ أكثر إلى الهوية السابقة. بعدين ب 2003 تفكيك الدولة العراقية وتهديم فكرة العراق بدعوى أنه أي خطاب يدعو إلى الوطنية العراقية هو خطاب بعثي أو كذا، وكأنه الطريقة الوحيدة أنه الواحد يكون عراقي هو أن يكون بعثي. لكن أنت عندما تضع مجلس حكم مؤسس على أساس شيعي وسني ومسيحي، أنا صدف أنه أنا كنت ببغداد في شهر لما أعلنوا مجلس الحكم، لما أعلن بريمر مجلس الحكومة، وهواية من الناس اللي بالشارع اللي التقينا بيهم كانوا غضبانين جدا،
لأنه ما يعجبهم أنه مثلا يوضع بعد اسم السياسي أنه هذا سني وهذا شيعي. هذا الموضوع ترسيخ الهوية الطائفية وتحويلها إلى هوية سياسية موضوع خطر جدا. وأنا راح أذكر اللي قلت مبارح أيضا واللي دائما أردده واللي هو مهم جدا، إنه الأخ بول بريمر قالوا له جماعته أو إنه لازم تدخل الحزب الشيوعي العراقي مجلس الحكم، لأنه هذا الحزب عنده قاعدة بالبلد وعنده تاريخ. لكن حميد مجيد موسى لما نحطوا اسمه بمجلس الحكم ما كتبوا وراء شيوعي، كتبوا شيعي، فدخل إلى مجلس الحكم عن طريق الحصة الشيعية. هاي قد تبدو أمور عابرة إنه لما تشوف، بس هاي لما تبدأ القوالب تصنع قوالب أنت وترددها بالإعلام وترددها بالتلفزيون وترددها بوسائل الإعلام تصير تتحول إلى حقيقة. أكو حكاية أخرى دائما أحب أذكرها، كنا في شارع المنتنبي بنصور والتقيت بشخص بائع كتب، وإنسان حدثني عن غرامشي وعن ماركس ومبين عنده يعني معرفة دقيقة ونظرته للحياة نظرة مادية. بعدين قال لي أنتو شنو هاي الكاميرا؟ قلت له إحنا بنصور فيلم وثائقي. قال لي لا باكر تعالوا على مقر الحزب مالنا. قلت له شنو أنتو الحزب مالكم؟ قال لي إحنا عندنا الحزب المسيحي الكلداني مدري شنو. فاني قلت له أخي غرامشي وماركس شلون تسوي حزب مسيحي كلداني؟ وين الربط؟ قال لي بالحرف الواحد هاي اللعبة، تريد تدخل باللعبة السياسية ادخل. أكو شيء آخر مهم جدا، إنه بهذيك الفترة أيضا في تموز مثلا عدد من النقابات والأحزاب الصغيرة اللي هي مو طائفية، يعني مثلا تجمع المهندسين، تجمع الأطباء، تجمع مدري منو، سووا مؤتمر صغير أتذكر بالكرخ على مود هم يطرحون وجهتهم، وجهة نظرهم لشنو العراق. بس طبعا هذول ما عندهم فلوس، ما عندهم دعم من فهاي يعني اللي دارد أقوله إنه كل الـ يعني هي في نهاية الأمر فكرة الوطن هي فكرة صحيح يعني سردية. الأمريكان ومن التسعينات بدأوا يروجون لفكرة إنه العراقيين هذولا فقط سنة وشيعة وأكراد. طبعا هاي إشكالية كبيرة جدا، لأنه هذا يفترض إنه العراقيين مثلا أشخاص ما عندهم قابلية إنه يكون عندهم أيديولوجية. وإحنا نعرف من تاريخ البشرية وتاريخ العراق إنه ممكن الإنسان يكون مسيحي أو مسلم أو شيعي أو سني أو يهودي، وممكن يكون بعثي بنفس الوقت أو شيوعي أو قومي. فمنو قال إنه فهذا الموضوع اللي ترسخ من خلال بريمر، ولكن أيضا من خلال مجموعة الأحزاب والأشخاص اللي جيء بهم من الخارج ويمكن بهم كم واحد وطني، لكن الأغلبية الساحقة منهم كانوا مرتبطين، وهذا معروف جدا بالذات لنا إحنا اللي قاعدين برا، مرتبطين بمخابرات أمريكية وبريطانية وسعودية وإيرانية، وإجوي بأفكار طائفية عن البلد، وصار عندهم جرائدهم وصار عندهم محطاتهم الفضائية اللي ظلت تبث بصراحة هذه السموم الطائفية إلى درجة ترسخت الطائفية عند الكثير من العراقيين، وكثير منا كان يعني نشعر بيأس، وصارت حرب مميتة وصار تقسيم. وبعدين أيضا يعني هاي اختراع المصطلحات، مثلا يظلون يكتبون شانه بالصحافة الأجنبية إنه mixed area يعني منطقة مختلطة. يعني شنو يعني منطقة مختلطة؟ يعني أكو طبعا مناطق مثل كل مدينة بالعالم أكو مناطق فيها أغلبية فلانية، لكن كثير من المناطق في بغداد هي كانت مناطق مختلطة أساسا. أنا الشارع اللي ربيت بيه كانت هذا الترسيخ للهوية الطائفية. بعدين الترويج لأفكار أنه العراق مثلا دولة مصطنعة، وهاي هواية من ما يسمى بالمثقفين ظلوا يرددوها إلى درجة، وطبعا هذه أثرت على هواية ناس آخر، وكأنه يعني هل هناك دولة غير مصطنعة في العالم؟ هذا البلد اللي احنا عايشين فيه أجزاء منه اشتروها بفلوس وأجزاء اختصبوها، الدولة كمفهوم حديث شيء مصطنع. فهذه كلها أثرت على يعني تفكيك وتفتيت الهوية العراقية. فالشيء الرائع والمفرح بالنسبة لنا كلنا أكيد أنه إذا مثل ما تشوفون أنه اختفاء كل الرايات باستثناء العلم العراقي، وهذا شيء مهم جدا، لأنه هذول الشباب بعد كل اللي صار طبعا بعد ما أدركوا أنه مثل ما كان الهتاف العظيم باسم الدين باقون الحرامية، بعد ما اكتشفوا أنه الطبقة الحاكمة
بالرغم من كل أفلام العداء اللي كانوا يتبادلونها، في نهاية الأمر ممكن كلهم يتحالفون مع بعض. اللي كانوا يتهمون الجانب الآخر بأنه إرهابي دخلوا وياهم بتحالف، فصارت الهوة واضحة 100% بين الطبقة السياسية المستفيدة ماديا والتي تعمل على الزبائنية وبين بقية الشعب. وبالذات وهذا مهم جدا أنه ما ننسى، يعني الآن هي تسمى ثورة 25 تشرين. 25 تشرين كان اليوم الغضب اللي انضمت به شرائح واسعة، لكن وأكو بعض طبقي مهم جدا اللي طلعوا في بداية شهر أكتوبر كانوا من المناطق المسحوقة، الناس المعدمين اللي هم دفعوا الثمن الأكبر، واللي خلينا نكون صريحين بقية الطبقات تستخف بيهم وتنزعج منهم. يعني كلنا نحكي على انقلاب صورة سائق التوك توك من هذا الشخص المزعج اللي ينزعجون منه البرجوازين إلى رمز البطولة، لأن هي فعلا بطولة. فاللي يميز يعني شوكة تتحول الانتفاضة إلى ثورة عندما تجتذب شرائح واسعة من المجتمع. زين، واحدة من اللافتات الرائعة اللي كانت موجودة بساحة التحرير، وإحنا حكينا على أيضا روح الدعابة والسخرية اللي هي جزء مهم من الروح الثورية، أيضا اللي هي روح الثورية هي الاستخفاف بكل الأفكار القديمة. كتبوا ويمكن شفتوا اللافتة أنتوا موت الطائفية إلى رحمة الله، بدأت في 2003 وانتهت في ساحة التحرير، لأنه طبعا التوترات والتاريخ وتراكم المشاكل ما راح يروح. لكن أكو مبادرات رائعة، مثلا عندما يجي وفد من الإيزيديين يجون من سنجار يجيبون مواد ومؤونة الدعم إلى ساحة التحرير، عندما تجي سيارات محملة من الفلوجة، لما يطلعون في الموصل يحاولون يطلعون مظاهرة لكن طبعا ما يخلوهم، لكن اللي ممنوعين في كردستان من أنهم يظاهروا يطلعون على وسائل التواصل الاجتماعي صور يقولون بها نحن نتضامن، فأكو شعور بالتضامن. بعدين الشيء الآخر المهم أنه طبعا النظام السابق دمر أو حول كل النقابات وكل التجمعات المهنية إلى واجهات لحزب، لكن الآن اللي دي يصير إنه النقابات قاعد تستعيد دورها، لأنه أي مجتمع صحي يحاول أن يقترب من الانفتاح والديمقراطية لازم تكون أكو بجهات تمثله، نقابات، اتحادات، صح ولا لا؟ مو بس تمثلك الطائفة في نهاية الأمر، تعرف إنه أنت مصلحتك هذه ما لا تمثلها الطائفة. ويعني أنا حكيت على هذا الموضوع ولو ما أرد حكايات شخصية، ولكن مثلاً الكارثة الكبرى في كل هذه الأحزاب واستخفافها واحتقارها لجمهورها، حتى أنه في السنين الأخيرة أنا زرت البصرة والمناطق الأهوار مرتين، وطبعا وأنا أتابع الأخبار وأعرف، لكن صدمت أنه هذه المناطق اللي مثلا منها أنطوا شهداء وقتها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالثمانينيات حزب الدعوة، ماكو أي شيء، يعني لا يوجد أي شيء، لا يوجد بنية تحتية، لا يوجد أي شيء. فأكو هواية عوامل أدت إلى كل هذا الغضب، إلى أنه هذا الجيل الجديد أيضا جيل المطلع على العالم والمطلع على المنطقة يشاهد أنه يعرف أنه البلد عنده ثروات هائلة، ويشوف أنه الدول المجاورة الدول النفطية تبني وتوفر حياة لمواطنيها، وإحنا ما عندنا أي شيء، لا شيء. ولازم نتذكر أيضا أنه الأمر كان تدريجي، يعني مقاطعة الانتخابات الأخيرة اللي ساهمت أيضا في أنه الناس تدرك أنه هذا النظام الموجود غير قادر على فعل أي شيء بصراحة. الشيء الآخر المهم يعني هو أبعاد الثورة وآثارها على العلاقات الاجتماعية، يعني هو قال مشاركة النساء. الشيء المهم اللي لازم ننتبه له أنه مشاركة النساء من كل الطبقات، يعني من طبيبات يجون يتطوعون إلى ممرضات، ومو بس بدور مساند، يعني أكو صور موجودة أكيد أنتوا شفتوها إلى النساء اللي على الواجهة اللي دا تتسلق تروح تحت الجسر على مود تنقذ واحد، وأيضا النساء المسنات اللي يجون من المناطق الفقيرة يخبزون للمتظاهرين. يعني روعة هذه اللحظة أنه كل واحد يجي يقدم اللي يقدر يقدمه، فمشهد النساء اللي قاعدين يخبزون، مشهد النساء اللي يوفرون غسل الملابس مجانا للمتظاهرين، يعني هذه لحظة التسامي. أنا البارحة شفت مقطع جدا رائع، وهو مقطع من مقاطع كثيرة لسيدة مثلا
كبيرة بالعمر وأجبرتها الظروف أنها تشتغل عندها بسطية تبيع لأنها أرملة وتبيع طول اليوم يم محطة بنزين بس على مود تدفع الإيجار وتشتري الدواء مالها. لكن من بدأت الثورة صارت تشتغل طول اليوم وبالليل تجي وتنطي الفلوس للمتظاهرين. فهذه المبادرات اللي ما أعتقد صارت بهذا الحجم وهذا الزخم أبدا بتاريخ العراق الحديث شيء مهم جدا. أيضا يعني تأثير الثورة الإيجابي هو أنه يخلي الإنسان مهما كان عمره يشكك بكل أنواع السلطة، بالهرمية الموجودة بالمجتمع، بالسلطة الأبوية. وأكيد أنتم شفتوا أنه الشرطي اللي يجي يقول للبنات أنه لا تطلعون تظاهرون، لكن هم يتجمعون ويطلعون. أو كان أكو مقطع لطالب عراقي لأنه شايل علم، الشرطة يحطوه بالسيارة فيتجمعون البنات حوالين السيارة ويهتفون ويجبرون أنه يطلع هذا الشيء. ها مهما كان مآل هذه الثورة، هذه الأمور رح تظل في ذاكرة الناس وأعطت للناس ثقة بأنه هم إذا تجمعوا قادرين على عمل أي شيء. بعدين أيضا البعد الثقافي الإبداعي بصراحة شيء رائع. يعني إحنا قلنا مثلا الكارثة أنه شقد أكو مواهب عند العراقيين مثل الشعوب الأخرى، كل هذول الفنانين اللي يرسمون على الجدران ببغداد وبكربلاء اليوم شفتوا بالبصرة، شلون دي يسوون خيم للقراءة، مكتبات مفتوحة روح اقرأ، شلون سووا جرائد وسووا إذاعة داخلية وسووا سينما. وأكيد كلكم تعرفون ولازم نتذكر المثال الأكبر أنه هذه بناية المطعم التركي وهذا نفق ساحة التحرير، هاي المحلات كلها مسدودة 16 سنة ولا فكروا أمانة بغداد أو أي أحد ينظفها يستغلها. هم يعني جهودهم الجمعية نظفوا هاي المكانات وصبغوها ورتبوها. فهناك يعني كل هاي الحالات، فأكو أيضا استعادة معنى المكان. شيء الآخر المهم بالمناسبة الناس تنسى أنه بعد الاحتلال، يعني لأنه وسائل الإعلام الدولية كانت موجودة بفنادق ميريديان والشيراتون وتمثال الدكتاتور كان هناك، فكلهم تجمعوا هناك وكان يعني مركز بغداد هناك كان نوعا ما بساحة الفردوس. لكن الآن عاد مركز بغداد إلى مركز القديم اللي بصراحة إلى علاقة بتاريخ البلد كجمهورية علمانية. وأيضا الشيء الرائع وكأنه سحري أنه هذا نصب جواد سليم، النصب العظيم، أنه في حالة غريبة أنه كأنه اللي دي يصير بالساحة هو محاكاة اللي موجود بالنصب اللي هو يمثل الثورة ويمثل أنه النصب هذا احنا كلنا نحبه. بس الآن أكو دراسات عن التفاصيل العبقرية اللي موجودة به، لأنه الرجال جواد سليم تعب جدا وفعلا تمثل كل فئات الشعب وكل طبقات الشعب وبها استلهام لأمور رافدينية قديمة وأمور لها علاقة برموز البلد. وشيء آخر اللي يصير الحوارات اللي موجودة في ساحات الاحتجاج والإضرابات المستمرة. فبدلا من مجتمع طوائف عندنا مجتمع مؤلف من شرائح مثل أي مجتمع طبيعي آخر. طبعا المشكلة اللي احنا كلنا نخاف انه مثل ما صار بمصر انه في وضع انه الناس عندها قرف من مفهوم الحزب، لأنه البلد تدمر تحت حزب واحد، بعدين اجتنا أحزاب 20,000 حزب كلها فاشلة. فهناك يعني تعفف أو كره لمفهوم الحزب، أكو نوع من الطوباوية والمثالية الموجودة عند كل الثوريين. لكن عاجلا أم آجلا إذا ما تفرز هذه الاحتجاجات رموز للقيادة، يعني هي نقطة الضعف ونقطة القوة هي عدم وجود قيادة، لأنه عدم وجود قيادة ما يسمح أنه تختطف هاي الاحتجاجات مثل ما صار بالسنين الماضية، لأنه يطلع شخص أو يطلع حزب يدعي أنه هو يمثل هؤلاء ويروح يعقد صفقات. وطبعا النظام قاعد يحاول، أنتوا شفتوا أكيد ناس تروح وناس تجي أو يحاولون. وأنا أعتقد عبقرية الشباب أنه لما انطلبوا منهم يقدمون قائمة بأسماء المفاوضين حطوا أسماء الشهداء، وهذا عبقرية لأنها جدا مهمة، لأنه بصراحة قذارت هذا النظام أنه اليوم مثلا هم قاعد يسوون حملة إلكترونية لتشويه صورة الشهيد صفاء السراي.
اللي هو أنا كنت أعرفه شخصيا ونتراسل لسنين طويلة، وإنسان يعني مثل كل هؤلاء الشباب، إنسان نقي، إنسان كادح جدا، إنسان مبدع، ما عنده أي شيء، مجرد أنه كان عنده بعض النقد لتسييس الدين، لكن الآن حملة مسعورة على التويتر وعلى الفيسبوك لتشويه صورة شخص شاب مثل صفاء السراي. بهذا يعني يدل على إفلاس النظام فعلا، لأنه الآن يريدون يجيبون شيوخ العشائر، لكن هم خلص ما أعتقد عندهم أي أوراق. لكن أنت قلت وهذا شيء مهم، موضوع البعد الإقليمي، أنا اللافتات اللي علقوها على المطعم اللي عجبتني كان مكتوب فيها لا تركيا لا إيران لا البعث لا برزان لا أمريكا لا إسرائيل. هذا جدا مهم، مثل ما أنت قلت وهذا شيء مهم جدا، أنه التركيز يبدو أكثر شدة على إيران. طبعا إيران متغلغلة داخل المجتمع العراقي وإيران تدعمها الميليشيات، لكن بالضبط ما ننسى أنه أمريكا أيضا عندها أكبر سفارة بالعالم موجودة في بغداد، وأمريكا موجودة، وأمريكا منذ سنين طويلة العراق هو ساحة حرب بين إيران وبين أمريكا، وطبعا أكو موجودة تركيا وموجودة السعودية. فالمشكلة بهذه اللي طلعت الوثائق اللي نشروها الانترسبت والنيويورك تايمز، اللي يقرأها يعتقد أنه بالعالم ماكو بس مخابرات إيرانية ومخابرات أمريكية، ولا يذكر المخابرات الأمريكية. فالبعد الإقليمي والبعد العالمي مهم جدا. أنا اللي فرحني أنه كثير من الشباب اللي الثائرين ما عندهم أي وهم على أمريكا، يعني قبل لا أجي أنا شفت واحد يهتف يقول أنا على أبو إيران لا أبو أمريكا، وبصراحة هذا شيء مهم، أنه هاي أوهام، يعني أنا يقهرني هذا الشيء، لأنه إحنا مو ب 2002 على مود الواحد إلى الآن يعتقد والله أمريكا رح تجي، أمريكا رح تجي تخلص الأكراد، أمريكا رح تخلص السوريين، أمريكا رح تخلص العراقيين. كم مرة أمريكا تخون الشعوب وترجعون أنتوا تفكرون أنه أمريكا رح تنقذ شعوب؟ أمريكا ليست جمعية خيرية، أمريكا إمبراطورية عندها 850 قاعدة عسكرية في 120 بلد. أمريكا تدعم أكثر الأنظمة وحشية بالعالم، والدليل ولولو ومحمد بن سلمان وصدام حسين وغير. يعني المشكلة أنه يعني أكو يعني عشرات الأدلة، فخلص يعني الكافي نضيع وقت أنه نعتقد أنه أمريكا. أوكي ممكن أمريكا تكون بلد أنتوا تهاجروا له وصار عندكم حياة جيدة، لكن لا توجد علاقة بين السياسة الخارجية الأمريكية وما يوفره لكم المجتمع الأمريكي. فهذه الأشياء اللي تقولها، وبصراحة أنا بس أريد أتحدث شوية عن صفاء، لأنه يعني في سنة 2009 شاب أرسل لي رسالة يسألني عن الرواية، رواية واحدة شجرة رمان، وجاوبته، وبعدين صرنا دائما نحكي على أمور عادية. شاب هو وقتها أبوه كان متوفي، لكن هو شاب بيحب الشعر، يحب الكتابة، يحب مظفر النواب، فقير كادح، والدته كانت مريضة، يدرس بالجامعة التكنولوجية، بس كثير أيام يضطر يروح يشتغل بالعمالة على مود يسوي فلوس، وبعدين اشتغل حمال، وظلينا نتراسل، ووالدته عندها سرطان وتوفت. وصفاء من أول احتجاج طلع في بغداد هو كان دائما في مقدمة الاحتجاجات، وأنا أذكره مو بس لأنه صديقي، لأنه بالرغم من نظام التعليم البائس، بالرغم من كل هاي الطائفية اللي تبثها القنوات، هذا الشاب عنده وعي نقدي متقدم جدا، وكان هو أول من انتقد كل هذول الليبراليين اللي اختطفوا التظاهرات والاحتجاجات، وكان عنده مواجهات مع أسماء كبيرة ما أريد أذكرها، أنه لما انطلع أحد المثقفين بين أقواس ينتقد هذا الجيل، يقول هذا جيل ايش عندهم هذول الجيل، احنا كنا نقرأ هذول تصريحاتهم غريبة ملابسهم غريبة. فصفاء الله يرحمه رد عليه قال له احنا الظروف اللي مرينا بها ظروف كارثية، بس اتحداه، قال له انا اتحداك نسوي مناظرة ببغداد على اي موضوع. وكان موجود في هذه التظاهرة. انا عندما رحت البغداد في شباط الماضي التقيت بصفاء وتريقنا، وصفاء متخرج من الجامعة التكنولوجية كان، لكن يشتغل عرض حالتي. فهذه هاي كارثة هذا النظام، هاي المواهب الشابة، الناس الأذكياء
ليش يشتغل صفاء عرض حالشي ما يشتغل أي شيء ثاني. المهم الآن صار هو أيقونة ورمز للثورة لأنه كان دائما في طليعة المتظاهرين وكان عنده روحية رائعة وعنده وعي. الآن مثل ما قلت لكم مهم جدا أنه يعني يحاولون أيضا أنه حتى يشيلون صفحته من الفيسبوك. لكن احتفاء به راح يطلع كتاب خلال شهرين يجمع رسومات صفاء وأشعار صفاء، والحلو أنه يعني وجهه موجود، صورته موجودة في كل مكان، وإلى خيمة في ساحة التحرير. فهذول احنا المشكلة لما نسمع الأرقام ننسى أنه كل رقم وكل اسم أكو إنسان شاب انقتل دمرت حياته. وبصراحة هذول لازم، وهاي مطالب الثوار، أنه هذا النظام والقتلة المسؤولين عن قتل هؤلاء الشباب ما لازم لازم يتم محاسبتهم، لأنه مثل ما قلنا أيضا كل هذا العنف غير المبرر. يعني أنه إطلاق هاي الإطلاقات اللي المفروض تطلق من بعد 250 متر بالهواء يضربوها مباشرة على رؤوس الشباب، شباب مسالمين لا يحملون أسلحة بس يحملون أعلام. فأنا مثل ما قلت لكم يعني نحن أريد نفتح حوار، لأنه أنا لست في، أنا أتعلم من هؤلاء الشباب وأنحني إجلالا لتضحياتهم. وأنا من طلعت من 91 إلى اليوم هاي الشهر الوحيد اللي حسيت أنه أنا مكاني غلط ولازم أكون في بغداد، بس يمكن هذا شعوركم كلكم. وشكرا. يعني طبعا الوقت لا يكفي لتغطية كل مفاصل الانتفاضة الوطنية، انتفاضة تشرين. صفاء ابن ثنوة، أم اسمها ثنوة كانت، فيسموه حاليا بالعراق رمز ابن ثنوة، اللي أمه ماتت طبعا بالسرطان قبل الانتفاضة. إذن اللي استخلصناه بصورة عامة أن الانتفاضة لها مبررات، نظام فاسد غير قادر على توفير الخدمات، والفساد أصبح مزمن ومقنون، والشباب عاطين عن العمل، ثم تطورت إلى انتفاضة سياسية بسبب القمع وعدم الاستجابة، وهي انتفاضة وحدت كل فئات الشعب العراقي وكسبت دعم العراقيين بالخارج. المشكلة الأساسية في نظر البعض اللي تعتبر أما تحسب لها أو عليها هو فقدان القيادة. وبالغالب يعني في حركات كثيرة بالعالم القيادة أفرزها الوضع نفسه، يعني المظاهرات هاي تم بيناتهم بالليل يتداولون الأحاديث مختلف، الناس يسوون تنسيقيات ثم يسوون ممثلين طبعا خوفا من الاغتيال، يحاولون أن تكون هاي العملية بها نوع من السرية. فلا شك أنه يتم تكوين قيادة بالمستقبل، على الأقل هذا أمل المؤيدين للانتفاضة. أمل الجانب الآخر هو تعب الانتفاضة، تعب المنتفضين، مرور الزمن الناس تتعب تروح لبيوتها، وخاصة انطوهم باكج من البنفيتس البيوت 100,000 شقة سكنية. يعني لو تذكرون هاي الحركات أغلبها تتحكم بها عوامل داخلية وخارجية. يعني مثلا صارت انتفاضات بسيطة في مثلا في الأردن في وقتها، بالسعودية صارت انتفاضة، مثلا الملك عبد الله كان بالمغرب رأسا رجع للمغرب، خصص 90 بليون دولار لبنايات سكنية والمساعدات وبونسز، الأمور خفت لأنه بالغالب القضايا مرتبطة بجوانب أيضا الاحتياجات والمادة. بالأردن بالمغرب تصير، فإذا تصير انتفاضة صغيرة بالأردن والسعودية مثلا دز 20 مليار دولار تخفي الانتفاضة. إذا تصير انتفاضة في سوريا ودزلهم 20,000 مسلح مثلا من تركيا مدرب بدل مدلهم 20 مليون دولار تلتهب الشغلة. فتعتمد منه اللي أيضا إلى إمكانية أن يحرك ويشعل ويدخل الناس بيها ويطلعها، مع أنه أسس الانتفاضات طبعا لا شك ناس طالب حقوقها. الانتفاضة طبعا جمعت كل فئات الشعب العراقي مثل ما قلنا، مهنيين، نساء، عمال، فلاحين، تبرت عن الأحزاب التقليدية السابقة وهذا الشيء مهم، تبحث عن قيادة وعن برنامج واضح، يعرفون ما لا يريدون وإن شاء الله يعرفون أيضا ما يريدون. لأن إذا تدعو إلى أسقاط النظام برمته، يعني كل نظام يسقط، لا برلمان لا حكومة لا رئيس جمهورية، معناه هذه
ممكن تكون بذور الحرب أهلية مثل ما صار في بلدان أخرى مثل في ليبيا أو في سوريا، يعني تصبح الشعب ضد الشعب. فيجب أن يكون هناك أيضا جزء من الواقعية. أنتم تذكرون أغلب الانتفاضات بالعالم لم تنتهي إلى تحقيق كل مطالبها المثالية الأولية. يعني ثورة 20 بالعراق كل اللي قدرت تسويه هو تحويل الاحتلال البريطاني إلى انتداب بريطاني. كومونة باريس في فرنسا أو ثورة الطلاب في فرنسا ب 68 لم تنجح في الاتيان بحكم محلة الجمعية الوطنية، لحد الآن أصداءها موجودة. الثورة السودانية ضربت مثل جميل جدا ارتقت عن الانتفاضات الأخرى. أولا التسليح ممنوع، ثانيا الارتهان للأجنبي ممنوع، ثالثا كل قطاعات الشعب السوداني يعني شوفهم بالناس ما يطلعون فقط من مساجد مثلا، يطلعون من بيوتهم يرحون، اللي شايل ورد، اللي يبيع كتب، اللي يعزف على الكمان، اللي شايل شعارات سياسية، كلها مع بعض وصمدت بقوة الشارع لحين انتزعت أكثر عدد من التنازلات من العسكر. والحد الآن مبكر التنبؤ بمآلات الانتفاضة السودانية، بس لا تزال السكة واردة والشارع يمتلك قوة أن يأتي في أي وقت يحتاج. ولذلك الشارع بالعراق يجب أن يستمر. طبعا احنا مو قاعدين نعطي نصائح لآخرين، احنا موجودين هناك وسوف يستمر، ولكنه أيضا نتوقع أنه تتكون بالمستقبل قيادة وبرامج واضحة. في أحد القادة الفلسطينيين بالسبعينيات قال أنا عندي معيار واحد لنجاح أو أهمية أي حدث يصير بالمنطقة العربية، حتى لو ما عندي بوصلة لتحليله بشكل عميق ودقيق، أسمع الإذاعة الإسرائيلية، أسمع الكنيسة الإسرائيلي، أي شيء يصرحون به مع أو ضده معناها القضية غير مفيدة لذلك البلد. إذا رئيس وزراء إسرائيلي يقول هاي الانتفاضة مثلا في سوريا مفيدة ولازم ندربهم ننطيهم، معناها القضية بها إنه لحد الآن الإسرائيليين بالنسبة للانتفاضة العراقية ما يعطون رأيهم، لأنه ربما يتوقعون راح تصير بأهلية الناس تضرب بعضها البعض ويصير تغييرات. لحد الآن الشباب أثبتوا جدارة في الاستمرار وفي السلمية وفي رفع مطالبهم بشكل واضح، ويا ريت أن تستمر هاي العملية بهالطريقة هاي وما تبقى بدون رأس. طبعا وجود رأس هو شيء بإيجابيات وبسلبيات. كثير ناس ما يريدون أن تصير قضية العراق مثل قضية ليبيا وسوريا، يعني هان تبدي بشكل مشروع ولكن تنهي إلى تحطيم البلد. أكيد الشباب واعين لهاي القضية. إذن حتى لو أن الانتفاضة ما حققت كل أهدافها، يعني حتى لو أدت فقط إلى تغيير الدستور، إعادة الانتخاب، تغيير القانون الانتخابي، هاي قضايا كبيرة جدا بالأساس. حاليا كثير من تاكونات الفساد بدأت تترك تهرب تحاسب نفسها تراقب بعضها. قبل كان واحد يسوي مدرسة يجي يعني صديقي أنطي صفقة ابني هاي المدرسة بمليون دولار، إيش قد 50% أول مرة هاي نص مليون، يأخذ نص مليون وبعد ليش يشوف المدرسة. حاليا موجودة مساءلة أكثر، يجب أن هاي القضية تستمر دحين وجود شفافية واضحة. بس أيضا يجب أن واحد يعرف إلى متى يتوقف إلى متى يستمر وماذا يريد بالضبط. حاليا الكل يدعون أنهم يدعمون الانتفاضة، كل الناس برا وجوا كلها بدأت تتبنى الانتفاضة. يعني مثلا رغت بن صدام حسين قالت احنا شنو ضد العنف، ضد استخدام العنف، ضد الانتفاضة، ضد قتل المدنيين. يعني كأنه صدام حسين كان ناشط مدني نايم بساحة التحرير. أو بومبيو وزير الخارجية الأمريكي احنا ضد قتل المدنيين. وهذا جميع يبدي تكابتلايز اونت، بس الشباب دول عارفين ايش راح يصير وعارفين ايش يسوون. وما لهسه ما شفت انا احد اعتذر لجاره لانه يحمل فكره مغايره، الكل متفقين هذا نظام فاسد لازم يروح. فنتمنى انه هاي الامور تكون جيده. عندنا الباب مفتوح اعتقد 10 او 5 دقائق 15 دقيقه للاسئله. دكتور علي، موضوع مهم جدا احنا غافلي هي سقوط المقدس عند العراقيين. أنا ابن مدينة النجف وأعرف مدى تأثير الحوزة العلمية على الناس بالوسط والجنوب. الآن أسمع أخبار من النجف الناس ممتعضة من الحوزة العلمية، ولذلك الحوزة العلمية ناس بسطاء. يعني السيد السيستاني ترى مو هو اللي يدير الأمور، ابن محمد رضا، أنا أعرف مداخيل الأمور. الناس بدت يعني علنيا ممتعطة، يعني علنيا السب. يعني العراق بعد سقوط النظام وكرد فعل اتجاه كامل للدين، واحنا كلنا متدينين، بس يعني اخذتها هاي الزيارات، يزورون 20 مليون الكربلاء وكل يومية زيارة، واكو 156 ايفنت ديني بالعراق. هسه الناس افتهمت شنو الموضوع.
يعني أعتقد هذا موضوع جدا مهم. هذا it will turn you know the issue بالعراق، اللي هي الناس بعد يعني على رأي الجنوبي يقول له أنت احلف بالله كذب، بس في العباس ما احلف كذب، بأنه المتدين ممثل الإمام العباس أو ممثل العباس فما يطخ يخاف منه. بس هو هذا الموضوع أعتقد هسه يعني الناس انتبهت، شيعة وجنوبيين عرب أقحاح لهذا الموضوع، بحيث أنه شافوا عملوا أن نرجوك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها النفاق. زاد النفاق ولا نعز الإسلام ولا نعزت له. عقيب، هو سؤال لحضرتك والدكتور سنان، استعرضوا هاي الشباب الرائع اللي غيروا المعادلة الدولية والإقليمية على حد سواء، هذا الجيل الرائع من الشباب ما عاش فترة المد القومي بعد الكولونية، ولا عاش الفكر الماركسي والتروتسكي وكل المسميات اللي تبعت الشيوعية والاتحاد السوفيتي. أيضا هذا الحراك كما تفضل دكتور علي رفض كل المفاهيم الدينية. دكتور سنان طرح موضوع الرمزية في هذا الموضوع واستيعاب الموروث الثقافي العراقي. أنا قرأت روايتك إعجام واستوقفت كثيرا عند البطل الرئيسي اللي هو فرات، وكيف كان يكتب بدون تنقيط. هل هذا النوع من الشباب الآن يكتب التنقيط للكلمات اللي كانت ضائعة طيلة هذه الفترة، أو أنهم يعودون إلى أنكيدو وقلقامش ويبعثون ويرون الذي لا نرى نحن هنا أو في بغداد أو في المنطقة؟ فدكتور عزيز أيضا طرح مسألة رئيسية، النظام الدولي الجديد لم يخلق نموذج يحتذى به في المنطقة، وإنما خلق خراب دائم شمل الأخضر واليابس. فأين من الرمزية الآن ذول الشباب لاستلهام هاي الصور الرائعة في نفق التحرير وعلى جبل أحد؟ شكرا جزيلا. طبعا مثل ما تحدثت والانتفاضة بها جوانب كثيرة ولا يمكن تخطيتها في جلسة حوارية واحدة. قلق كل الناس اللي موجودين برا، ويمكن يتحول إلى إحساس بتأنيب الضمير، شنو إحنا نقدر نسويه حتى ندعم هذه الانتفاضة؟ الانتفاضة واصلة إلى مومنتم زين، وإحنا لازم نسوي شيء. تحدثتم عن البعد الإقليمي وهو في جانب سلبي صحيح، ولكن أعتقد أنه في جانب إيجابي ينبغي أن نستثمر هذا الجانب الإيجابي. المتظاهرين يواجهون قوة سافرة بصدور عارية، ولازم أكو تدخل، ما أعرف شغلة أسميه للتدخل حتى يعيد هذا التوازن. إحنا ينبغي أن نستثمر، حتى هم من قالوا أنه نعيد انتخابات نسوي دستور جديد، قالوا إحنا نريد تحت رعاية دولية. بودي أن تسلط الضوء بشكل يعني عام، كيف نستطيع كجالية عراقية ساكنين برا أن نوظف هذا البعد الإقليمي من أجل أن ندعم. شكرا دكتور سنان لحضورك لهيوستن، ونشكرك على هالمحاضرة يلي فيها نوع من اللي فيها نوع من التنوير للقضية. بدي حاول أربط القضية العراقية والانتفاضة العراقية بالانتفاضة اللبنانية الحالية الموجودة. كأنك هلأ بطريقة شرحك للوضع الموجود في العراق هو طب الأصل يلي موجود في لبنان بالوقت الحاضر. فساد اقتصادي، فساد سياسي، انهيار كامل للليرة والدولار، والعالم صارت ما بتروح على البنك ما في فلوس هلا بلو. يلي صاير هلا وصلوا لمرحلة عم يقولوا انه وصلوا بلبنان، مثل ما انت عم تتصل بالعراق عم نتصل يوميا بلبنان لنشوف شو عم يصير. الوضع
بلبنان وصل لمرحلة إنه صارت ديدلوك، لا الدولة بدها تتنازل ولا الحراك الشعبي بدي يترك الشارع أو يتحرك. بالعكس عم يزيد، وصلوا لغاية 2 مليون شخص هلا بالشارع بلبنان من عدد سكان لبنان 4 ملايين. عم تحكي عن الفساد وأنه 150 مليار دولار بالعراق. العراق عنده بترول وعدد سكانه 600. لبنان 3 ملايين 4 ملايين، 100 مليار دولار من 2050 لغاية هلا. الرقم ضخم جدا، والدين الموجود على لبنان او الدفعات الفائده على تعادل 1.5 مرة ونص على الدخل اللبناني الحالي. ولذلك هلا عم يقولوا وصلوا لمرحله انه في ربط هلا ما بين القضيه العراقيه والقضيه اللبنانيه مع القضيه الايرانيه. فشلوا بكل قضاياهم بالمنطقة، هلأ بدي حاولوا يوصلوا لمرحلة غيروها من جوا. عم نحاول نشوف هلأ كيف الأشخاص مربوطين بالسفارة الأمريكية كيف عم يوزعوا فلوس على الناس لحتى تلقي أشياء تحكي كلام مغاير تماما للحراك الشعبي اللي عم يصير. هذا الوضع الحالي هلأ، وبدي أشوف إذا وكل الهم كلياتها لضرب إيران، لأنه شو اللي صاير إذا ضربوها بالعراق ونجحوا وضربوها بلبنان سوريا راحت خلاص، أتت إيران من سوريا. هذا الهم الوحيد تاعنا هلا بالوقت الحالي. بتوافقني على التفكير هذا؟ شكرا دكتور. يعني أنت حكيت نقطة جوهرية من منظورك كمؤرخ تحديدا، هي موضوع السردية، وإنه في سردية لأي أمة. وأنا بعتقد إنه جزء من اللي أنت لمحت له إنه في سردية جديدة عم تنكتب هلا. وهنا بدي أدخل على موضوع المثقف جزء. أنا أختلف معكم يا دكتور عزيز، لأنه المثقف وتحديدا أنت والمثقفين اللي من أمثالك هم اللي بكتبوا أو بيعطوا إلهام للسرديات الجديدة هذه. يعني أنت زي ما أنت عارف سردية النظام الصدامي، خلينا نحكي، كانت سردية مبنية على تأسيس دولة مركزية تتمركز حول الفرد مثلا، و يعني هذه السردية السلطوية لها مثقفينها ولها أبواقها. وفي بعدين سردية ثانية اللي هي سردية اللي تكونت وقت الحرب الأمريكية على العراق واحتلال العراق، اللي هي سردية مبنية على المظلوميات الطائفية والتي تؤدي إلى تشظي المجتمع على أسس طائفية وعرقية وإثنية وغيره. يعني فأنا بعتقد الدور اللي أنت لعبته وغيرك من المثقفين الواعيين أنه إنشاء سردية جديدة، عشان هيك ناس زي صفاء كانوا يتراسلوا معك. وهون دور المنفى بعتقد، ودور الناس الواعية في المنافي دور أساسي مش ثانوي، لأنه كل السرديات اللي حكينا عنها كتبت من ناس كانوا في منافي أيضا. صدام في فترة كان منفي، كنعان مكية وغيره، وهذول المثقفين اللي من نوع معين يكتبوا سردية الاحتلال برضو كانوا منفيين. وأنا أعتقد أنه في دور أساسي للمثقف سواء في الوطن أو في المنفى في إعادة كتابة السردية المنحازة إلى الشعب وليس إلى المصالح الفردية أو المصالح اللي تخدم التشظي. فاضل الكفائي، بس عندي ملاحظة أو سؤال، وما يكون يتحول ملاحظة إلى سؤال، وهو أنه أكو مقولة قديمة نسبيا وهي تقول أنه في جهة ماتت أو ما حافظ الترجمة بالضبط، وفي جهة تنولد حاليا، بس أكو صعوبة بأنه نعرف مميزات هذا المولود الجديد اللي بعد ما اكتملت ولادته، بس متأكدين أنه في تغيير. أعتقد أنه بعضنا يعني يأخذ الحماس بأنه يقولب التغيير هذا اللي جاي يصير أو الحراك، وفقه ومتبنياته أو آماله ربما. أعتقد الحراك الحالي الشعبي ما تضحت معاه 100%، ربما الوقت كفيل بأنه
بس المهم انه احنا حاليا جاي نواكب هذا الحراك. بعض الناس ربما ترى الحراك من ناجم انه لا ديني او ضد الدين، رغم انه الواقع قد يبين انه اكو طبقات مثل ما تفضلتوا هي محافظة التحقت بالثورة وصارت جزء لا يتجزأ من عنده. مثلا الحوزة مال النجف رغم انه كانت متأخرة بس تحت ضغط الشارع بدأت تلتحق نوعا ما. فأعتقد انه من الحكمة انه نخفف انه السرعة التحليل. ما أدري إذا دكتور سنان يوافقني بهذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور سنان. أنا دكتور عاصم العزاوي علوم سياسية جامعة بغداد. حقيقة الكلام يشمل الكثير من المعطيات، وأنا ما أريد أدخل السادة الحضور في الملاحظات المنهجية والأكاديمية، ولكن أريد أقول شيء فقط عن مميزات هذه الاحتجاج. أنا أسمي احتجاج لأنه عندنا الانتفاضة بالعلوم السياسية تختلف عن الاحتجاجات الجماهيرية. هذه الاحتجاجات أولا كما ذكر أحد الأخوان هي رفضت المقدس، ثانيا هي خلقت هوية وطنية شيعية وليست هوية شيعية أممية تتجاوز الحدود مثل ما تريدها إيران تحت بند تصدير الثورة في 1980. إذن هذا الجيل اللي كنا مثل ما ذكر دكتور سنان احنا نتجاهله بقصات شعره وإلى آخره وأخطاء التعبيرية، الآن دا يواجه دستور محكم وعملية سياسية محكمة تم رسمها عام 2005 بعد الحفاظ على يعني موافقة على الدستور. أولاً لا راح نقدر نسقط الحكومة، الشباب أقصد، لأنه الحكومة لا تسقط إلا بثلثي أعضاء مجلس النواب، ومجلس النواب لا يمكن أن يحل نفسه إلا بالأغلبية المطلقة لمجلس النواب، والمجلس النواب لا يمكن أن يحل نفسه. رئيس الجمهورية من حقه أنه يقدم اقتراح حتى يقيل الحكومة القائمة، وهذا ما راح يحصل. فإذن هؤلاء الشباب المجاهدين حقيقة المتحمسين يواجهون هيجي دستور تم تحت غطاء الاحتلال الأمريكي وبعد ذلك دخول إيران للعملية السياسية وسيطرة عليه. فإذن السبيل الوحيد هو أنه يستمرون يواصلون الضغط، ومثل ما ذكرت حضرتك التعديلات الدستورية فيها المادة 61 والمادة 64، والإقليم في شمال العراق إقليم كردستان ما راح يوافق على هاي التعديلات لأنه لازم ثلاث محافظات من مجموعة المحافظات العراقية توافق على تعديل أو إلغاء الدستور. حقيقة ما أريد يعني ممكن نتوسع بهاي القضايا التعديلات الدستورية لأن هي جوهر مطالبات الشباب في ساحة التحرير وغيرها من المحافظات العراقية. شكرا جزيلا. بس راح الدكتور سنان يعلق بشكل سريع لأنه ورانا طلعة، بس إذا أيضا موجود أسئلة أخرى ممكن توجه بعدين ممكن نبقى هنا في 15-20 دقيقة. بس قبل دكتور سنان جملة لكل جملة، بس يعني 3-4 جمل. يعني الانتفاضة مو دينية رغم كون الناس ممكن متدينين، أكو فرق بين الناس متدينين بين برنامج الدين السياسي وبرنامج الحكم. الدكتور عجوز أشار لبنان وارتباطها بالقضية، لبنان أزمتها مرتبطة بالنظام الطائفي اللبناني منذ تأسيس الدولة، بس المشتركات طبعا متشابهة لأنها كلها مطلبية. التقرير اللي يتحدث عنه الدكتور سنان نيويورك تايمز أنه لازمين واحد مو معروف داس تقرير قال لهم ترى ذولا العراقيين كانوا يدخلون بالاجتماعات ينطلعون طول معلومات لإيران. في أغلب الظن هذا عميل مزدوج يعطي معلومات للطرفين ويأخذ فلوس من الطرفين، والأمريكان يعرفون به من زمان وهذه معلومات قديمة طلعوها حاليا لغرض محدد هو موجود انتفاضة لاستعداء الناس ضد إيران.
وبالنسبة لدور المثقف ذا كان عضوي لغرام غرامشي وغير أو أدوارد سعيد، هذه قضية طويلة وأعتقد الدكتور سنان راح يجاوب على الأسئلة بشكل واضح. بس من الأخير يعني شوف حقيقة أنه أنا كليا مع حقوق الأكراد، بس حقيقة أنه رئيس الجمهورية العراقية الحالي صوت على انفصال كردستان، يعني هذا يعطيك مثال واحد على سوريالية هذا الدستور. يعني ما صارت بالتاريخ أنه رئيس الجمهورية ومصوت على انفصال من الجمهورية. فشوف هاي ما يسمى بالعملية السياسية، وأنا كتبت عنها بصراحة، هذا كان مسخ للسياسة تحت مسميات وآليات. الشباب هذول هم راح يقررون مو إحنا، لكن أنا اللي دا أشوف أن هم رافضين كل هذه التلافيف والألاعيب هذه كلها لمجرد إضاعة الوقت. دستور جديد، قانون انتخاب جديد، نعم تحت إشراف الأمم المتحدة، أكو قسم من عندنا من 2004 قلنا مع كل مشاكل الأمم المتحدة لا يمكن الوثوق بالنخبة العراقية ولا بأي من دول الجوار، الأمم المتحدة انتخابات تحت إشرافها، هذا الطريق الجيد. بالنسبة لموضوع المقدس أنا يمكن أختلف معكم، كل مجتمع عكوبي مقدس، لن يتم إلغاء المقدس، الثورة تعيد تعريف المعاني. والحلو اللي دا يصير إنه اللي دا تلاحظون بدقة اللي دا يصير إنه هذه الرموز مهما كانت الآن تكتسب معنى جديد، والأهم شيء وهو فعلا ثوري إنه هذه الرموز الشيعية، رمز الحسين كثائر ضد الظلم اللي كان فعلا في السبعينيات وقبلها ما كان أكو مشكلة، واللي مسخته هذه الأحزاب الآن يعود إلى معناه الأصلي. وأكو إذا تدورون أكو صور وأكو تسجيلات لقراءات في النجف وكربلاء تتحدث تستخدم هذه الأجناس وهذه الشعائر للحديث ضد الظلم، والمرجعية اضطرت إلى تغيير لغتها لأنه تعرف أنه هي تأخر عن الشارع. فالمسألة هي ليست إلغاء المقدس، إعادة تعريف المقدس. الحلو أيضا أنه السردية العراقية الجديدة فيها مزيج جميل جدا من الرموز الرافدينية القديمة إلى الحسين، إلى مثلا أكو صورة اللي هناك فتاة صماء فنانة ترسم جداريات بساحة التحرير، ترسم رسمة صورة المسيح بدون ما أحد يقولها. فهناك شعور جديد بالحرية بأنه هذه الرموز كلها رموز متاحة لأي شخص. ومثلا هناك صورة لواحد من المتظاهرين المجروح ينزل من بناية قطعة السلطات قطعة الصوت، شفت لاحظت الرقابة سموه المسيح، فما نعرف إحنا. لكن هناك هذا بالنسبة لي أهم شيء هو استعادة فكرة العراق الواحد. وأنا معك، يعني أنا ما أريد أمدح بنفسي، إحنا لما في زمن صدام لما كان هناك تعتيم وما كان أكو إنترنت، الأصوات التي كانت توصلنا من برا بصراحة كانت مهمة جدا بالنسبة لي، لأنه أنا كمراهق كنت أشوف كل المثقفين أو عدد هائل من المثقفين العرب والأجانب يجون إلى بغداد ويمدحون بالنظام صدام. فأنا كنت أقول بيني وبين نفسي زين أنا عمري 13 سنة، معقولة أنا صح وكل هذول المثقفين الكبار غلط؟ لكن كانت توصلنا شرائط مظفر نواب من برا، قصائد من فعلا المثقفين العضويين اللي بالمنفى يعطونا أمل بأنه. فأنا إذا كان لي دور يعني أفتخر طبعا. فدور المثقف العضوي، اليوم أنا قرأت عبارة لسارتر أنه المثقف موقف وليس نظرية، أنه على رأسي. ففعلا أكيد بالنسبة لموضوع المرجعية حكينا على هذا، كان أكو لحظة مهمة جدا بعد ما بدأت المظاهرات، الحشد الشعبي، جماعة الحشد الشعبي حاولوا ينظمون مظاهرة في الجانب الآخر من بغداد، وعلى أساس المظاهرة تكون دفاعا عن المرجعية. فصار شيء مهم، أولا المرجعية أصدرت بيان أنه تمنع استخدام صورها واسمها لأي مظاهرة، والمظاهرة فشلت ما طلع بس 150 واحد. فهناك تغيرات تحدث في كل مكان احنا ما نقدر نتابعها. بالنسبة للتشابه مع التجربة اللبنانية، اكو شيء، اكو بعد عالمي لكل هذه التظاهرات. اذا انتم ما تحبون المصطلحات، هناك فشل ذريع للنظام النيوليبرالي. كل هذه الدول في العالم اللي لفترة كان هذه اسطورة انه خصخص كل شيء وستنهمر عليك الجنة، واكتشفنا انه الخصخصة تعني انه يصير عندك
طبقة أوليغاركية تنهب البلد بشكل منظم، اللي صار بلبنان واللي صار بالعراق. طبعا هذول أيضا هم متحالفين مع بعض وسيتشبثون بالثروات الهائلة اللي عندهم. هذا هو الارتباط. أما موضوع السفارات وما كذا يعني لا أريد أن أدخل بهذا. طبعا هناك مصالح دائما، مصالح موجودة، لكن أنه يعني هؤلاء الشباب اللي يموتون أنه نعتقد أنه هذول يطلعون من أمور سفارات. الشيء الرائع في هذول الشباب العراقيين أنهم لا يستمعون إلى أحد، لا إلى مرجع ولا إلى ترامب ولا إلى بومبيو ولا إلى، وما يستمعون إلى آبائهم وأمهاتهم حتى. أنا على اتصال مع بعض الأصدقاء الصديقات اللي كانوا يروحون إلى التحرير بالخفية لأنه أبوهم وأمهم يخافون عليهم. وجزء من فوائد الثورة أنه إحدى الصديقات الآن تقول لي أنه صارت أمها تروح وياها إلى التحرير بعدما هي ما كانت تصدق أبداً أن أمها يكون عندها أي موقف سياسي. هذا شيء مهم. على موضوع النيوليبرالية، إحنا ننسى أنه مثلاً الثورات العربية بدأت لأسباب اقتصادية، خبز، عدالة، حرية اجتماعية. هذا الموضوع المهم جداً، البعد الاقتصادي مهم جداً ومهم بالعراق بالذات. اليوم كان أكو، قل ما يكون أكو مقالة جيدة بالنيويورك تايمز عن العراق، لكن اليوم واحدة من الصحفيات والحمد لله كلفت نفسها وراحت إلى مدينة الصدر اللي كانت مدينة الثورة اللي هي خزان للعمل السياسي منذ إنشائها، كانت معقل الحزب الشيوعي وتحولت بسبب كل اللي صار. وهي التقت بواحد منها، اقرأوا المقالة، مقالة رائعة، التقت بشخص اللي يشترك يوميا بالمظاهرات ويتحدث أيضا، ورجع يتحدث عن الاشتراكية. المسميات غير مهمة، لكن مثل ما قلت أنا الشرارة الأولى لهذه الانتفاضة كانت هؤلاء المعدومين، يعني اللي هم على حافة المجتمع اللي ما عندهم أي أمل، وكثير منهم يقول لك أنا راح أروح على الجسر وخلي أموت أنا أساسا لأنه حياتي ما لها أي معنى. فهذا موجود، هذا الربط بسياق عالمي. ماذا نعمل نحن هنا؟ أنه نحن نقدر، وصارت حملات تبرعات على الفيسبوك لشراء بطانيات للي بالتحرير، وممكن توصل، إحنا ممكن نتصل بالقلة القليلة من اليساريين في الكونغرس للضغط عليهم على الأقل على مود الموضوع يكون موجود، لأنه الموضوع ما موجود أساسا، واهتمام الإعلام الأمريكي اهتمام نرجسي بحت إلى علاقة بموضوع إيران. هذا هذه صارت ضد الحرب، وهذه استثنائية، أكو إشكالية يعني البارحة حكيت عليها. في معظم العالم ما مهتمين، يعني في هناك عندك، انت عندك تظاهرات في تشيلي وناس تموت وتقتل، عندك انقلاب في بوليفيا لنفس الأسباب. هذا مرة أخرى للي يعني يريدون أنه أمريكا تساعد الديمقراطية في البلاد. فالشعب الأمريكي هو أساسا مشغول، إذا كان مشغول بأمور محلية جدا، ما ف صعب جدا. الضغط السياسي مهم جدا، لكن ايضا الدعم الرمزي مهم جدا. انه دائما انا في حواراتي مع اللي موجودين في بغداد، حتى الدعم الرمزي مجرد صور او عبارات على وسائل التواصل الاجتماعي تخلي هذول الشباب اللي بالتحرير يحسون ان هم مو بوحدهم، لان هم كثير من الاحيان يحسون انه بوحدهم. والضغط على الاعلام العالمي بصراحه الان، ليش كثير من الصحفيين راحوا إلى بغداد؟ لأنه صار هناك ضغط على وسائل التواصل الاجتماعي، مو بس إنه على مود يكتبون علينا، لأنه لما يكون أكو صحفيين أجانب موجودين هناك السلطة ما راح تقدر تذبح بالأعداد الهائلة. هذا هو شيء محزن، لكن وجود الأوروبي الأبيض يمنع السلطات إنه تقتل. فوجود، فحثوا يعني اضغطوا على وسائل الإعلام، اضغطوا على الممثلين، وحملات تبرعات فلوس، يعني هذا اللي أقدر أقوله. بعد موضوع المقدس هذا مهم جدا يا 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 أخوان ويا أخوات، لكن فعلا أنا اللي يفرحني إنه إعادة تعريف معنى القدسية. والشيء المهم هو إنه صار المقدس الأول هو العراق، هو الوطن، وهذا أهم شيء. طبعا القومية ممكن تصير فاشية وتصير إشكاليات، لكن صار المقدس الأول هو الوطن، وهذا موجود بالمبادرات، بالفعاليات، بالأغاني، بكل هذا الإبداع اللي دا يطلع
بعودة كل هؤلاء الناس اللي إلى يتذكرون إنه في نهاية الوط في نهاية الأمر أنت عندك البلد فقط، لا الرموز الطائفية راح تفيدك ولا أي شيء آخر، وهذا هو المهم. يعني تذكروا إنه هنا بس موجود الناس ينامون في ساحة التحرير وفي محلات الأخرى في هذا البرد وبالشتاء، فبالفعل مساندة المنتفضين تعتبر واجب أبسط شيء واحد ممكن يسويه هو تساعدهم بكلمة أو بتبرع، ويكونوا ممتنين طبعا هم من تسوى هاي الشغلة. طبعا لحد أرجو أن بالمناسبة سنان ترجم عدة كتب وقصائد شعرية، مثلا محمود درويش أحد الدراوين مات، وأعتقد مظفر نواب وسعد يوسف، محمود درويش في حضرة المكان ما ترجمت في حضرة الغياب. فأعتقد إذا تحبون تطلعون على بعض القبائل الإنجليزي فموجودة كثير من أعمال مترجمة من الدكتور سنان. يعني أعتقد المفروض ننهي هاي الجلسة، راح نكون موجودين هالعدة دقائق في حال تحبون تحكون يا دكتور سنان. شكرا جزيلا لحضوركم، وإن شاء الله نشوفكم في مناسبات أخرى.